بي على سؤال، هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامنا عليهم أم لا؟ أنا تعمدت أروح لهذه المقبرة لأن هذه المقبرة خاصة فيها حياة الوالد وفيها أصحاب لي أعرفهم أكثر من في هذه المقبرة شخص شخص وعاشوا معنا، بس الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمنا إلى صرنا إلا ما صار إليه. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. والسلف رحمهم الله جميعا أجمعوا على هذا الأمر، أن الأموات يعرفون ويستبشرون ويفرحون بمن يزورهم من الأحياء. فإذا لك صاحب أو أب أو أخت أو أم في مقبرة فلا تنساهم، اجعلهم اليوم يفرحون ويستبشرون وزورهم وادع لهم. يقول عثمان بن سودة الطفاوي، يقول كانت لها أم من العابدات وكانوا الناس يسمونها راهبة. يقول فلما حضرتها الوفاة رفعت رأسها للسماء وقالت يا ذخري ويا ذخيرتي يا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي. قالت يا بني لا تخذلني بعد الموت. يقول فكنت أجيها بكل جمعة وأدعو لها وأستغفر لها والأهل القبور. يقول عثمان فرأيتها في منامي يوما من الأيام فقلت لها يا أمه كيف أنت؟ قالت يا بني إن للموت لكربة شديدة وإني بحمد الله لفي برزخ محمود نفترش فيه الريحان ونتوسد فيها السندس والاستبرق إلى يوم النشور. يقول عثمان فقلت لها ألك حاجة؟ قالت نعم. قلت وما هي؟ قالت يا بني لا تدع ما كنت تفعل من زيارتنا والدعاء لنا فإني والله لا أستبشر بذلك. ويقال لي يا راهبة هذا ابنك قد أقبل، فأسر بذلك ويسر كل من حولي من الأموات. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم بر أبائنا وأمهاتنا أحياء وأموات. الله الله اللي عنده فرصة اليوم لا ينسى أحبابه اللي الآن مأسورين في قبورهم تحت الحمدين، يزورهم ويدعو لهم ويتذكر أنهم يسرون بزيارتك لهم. فالله يرحمهم ويسامحنا بالتقصير.